يعود تاريخ الحركة الإسلامية الشيعية في كل من العراق وإيران إلى المرحلة الزمنية نفسها بين العامين 1958 و1963، وفي الوقت الذي ارتبطت فيه الثورة الإسلامية في إيران باسم آية الله الخميني، فإن الحركة الإسلامية في العراق ارتبطت لاحقا باسم المرجع النجفي آية الله محمد باقر الصدر. في مطلع الستينيات عرفت الحركة الإسلامية العراقية عصرها الذهبي في ظل حكم الشقيقين عارف للعراق، لكنها لم تحسن استغلال ذلك لتفويت الفرصة على البعثيين الذين تمكنوا من تنحية عبد الرحمن عارف والاتيان بأحمد حسن بكر رئيسا، في الوقت الذي نجحت الحركة الإسلامية في إيران من إسقاط الشاه. عندها أعلن السيد الصدر مساندته للثورة الإسلامية داعيا أنصاره ومقلديه إلى الالتفاف حول مرجعية الإمام الخميني. أخذت السلطات في حزب البعث تتركز بصورة تدريجية بيد صدام حسين الذي شعر أن مرجعية الصدر وتأييدها للثورة الإيرانية يمثل تهديدا حقيقيا على النظام. هذا الخطر لم يستشعره البعثيون فقط، بل شاركهم فيها الأمريكيون، وكان هاجس الجميع وقف المد الثوري الآتي من إيران. سيطر الحماس الثوري في إيران على خطب الجمعة وتصريحات بعض علماء الدين وكوادر الثورة الذين تحدثوا عن تصدير الثورة، ولم تكن الدولة الإيرانية الفتية قادرة على تنظيم حماس الشارع. طلبوني في أحد الأيام واعترضوا على تصريحات إمام جمعة طهران، وكان حينها آية الله منتظري، ولبساطة الرجل كان قد طرح أمورا خاصة هاجم فيها المسؤولين العراقيين في خطبة الجمعة. استدعتني وزارة الخارجية العراقية وقدموا اعتراضا على تلك التصريحات وطلبوا توضيحا، فقلت لهم إن التصريحات الرسمية تصدر عن المسؤولين الرسميين مثل رئيس الحكومة المؤقتة، قائد الثورة، مسؤولي وزارة الخارجية، أما تلك التصريحات فهي بسبب الحرية الموجودة. عندها ضحك مساعد وزير الخارجية العراقي وقال لي: إنكم الآن تصوتون على الدستور، وهذا الرجل هو رئيس مجلس خبراء الدستور، وهل هناك منصب أعلى منه؟ اعتمد أحمد حسن البكر خيار الحوار مع إيران، وحتى تلك اللحظة كانت الأمور تحت السيطرة. ولكن مع تنحية البكر ووصول صدام حسين إلى سدة الرئاسة أخذت الأمور منحا تصاعديا. غادر السفير الإيراني بغداد حاملا اقتراحا من صدام حسين إلى الإمام الخميني بأرسال وفد إيراني إلى العراق للتفاوض. قدمت للإمام اقتراحا محددا، هو أن يعين الشيخ رفسنجاني الذي كان حينها وزيرا للداخلية ممثلا عنه ليفاوض المسؤولين العراقيين. قال الإمام: علي دراسة الأمر وسأرد الجواب غدا. في اليوم التالي التقيته فقال: أولا إني لا أصدق أنهم يريدون أن يتعاملوا معنا بصدق، إنهم يقومون بتكتيك فقط سيتحول ضدنا في المستقبل، إني أشك بصدقهم. ثانيا نحن الآن بصدد انتخاب رئيس جمهورية، فسينتخب شعبنا رئيس جمهورية رسميا قريبا، وأفضل أن يتخذ القرار بهذا الشأن رئيس الجمهورية الذي يعد الممثل الرسمي للشعب. قل لهم إذا كانت نواياهم حسنة فليهدئوا الأوضاع حتى ذلك الموعد. طلبت بغداد من السفير الإيراني مغادرة الأراضي العراقية، وبعد مرور 7 أيام فقط على تشكيل حكومة رجاء أصدر المجلس الوطني العراقي خلال اجتماع طارئ لائحة مطالب لوقف التوتر مع طهران، وتضمنت إعطاء إيران الحكم الذاتي للأقليات الكردية والعربية والبلوشية. ولاحقا أعلن صدام حسين إلغاء اتفاقية الجزائر التي وقعها بنفسه في العام 1955
1975 والتي وضعت حدا لنزاع مرير بين البلدين في تلك الفترة. ولما كان حكام إيران تدخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم بتدخلهم السافر والمقصود في شؤون العراق الداخلية وإسنادهم كما فعل الشاه من قبل وإمدادهم لرؤوس التمرد المدعوم من أمريكا والصهيونية ولامتناعهم عن إعادة الأراضي العراقية التي اضطررنا إلى تحريرها بالقوة، فإنني أعلن أمامكم إننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا. قبل اندلاع الحرب أصدر آية الله محمد باقر الصدر من مقر حجزه في منزله المحاصر من عناصر البعث فتوى بتحريم الحرب، لكن سرعان ما أعلن نبأ اغتياله. وبحسب معلومات أدلى بها العديد من تلاميذ الصدر فإن صدام حسين قام بتنفيذ حكم الإعدام بنفسه. وبعد أشهر قليلة على اغتيال الصدر أعلن صدام الحرب على إيران. أنا أستطيع أن أقول مباشرة أن العالم هو الذي حارب الخميني، ولكن في ذلك الوقت تصور البعض أن هذه نهاية معاناة المستضعفين في الكرة الأرضية أو في العالم العربي والإسلامي، وأن الثورة بحر الثورة الهائج سيجتاح كل الأنظمة المستكبرة، ولكن الذي حدث أن الانفعال هدأ في الداخل، ولكن حرب العالم وقوى الاستكبار العالمي استمرت في مواجهة إيران حتى هذه اللحظة. الرعب في الغرب بدأ مع الخميني، لأنه اكتشفوا أن راجل ديني ممكن يكون رئيس دولة ويكون زعيم، بس بعد كده الخوف قل، لأنه أولا لازم نعرف أنه صدام حسين هاجم إيران بتشجيع الدول العربية وبشكل خاص الولايات المتحدة. يعني صدام ما كانش عمره يهاجم إيران لأنه ما كانش عنده ضوء أخضر من أمريكا، هذا لازم نخليه في اعتبارنا. وبشكل عام أنا أظن أن الحكومات الغربية كانت تتمنى أنه العراق يتغلب على الخميني. بعد 5 أيام من اغتيال آية الله الصدر بدأ الهجوم الكبير. کسی که ابتداعاً برای اینکه سردار قادسیه باشد تصریح کرد که من به کشوری که مجوس هستند دارم حمله میکنم و کشور ایران را مجوسی خواند و حمله خودش را حمله سردار قادسیه خواند و هیچ اعتقاد به اسلام و اخلاقیات اسلام نداشت، امروز سيطر وقع المفاجأة على الإيرانيين. كان الجيش العراقي يتقدم من دون مقاومة تذكر. عندما ذهبت أنا شخصيا في زمن الحرب إلى بلغاريا والتقيت رئيس الجمهورية البلغارية السيد جيفكوف، قال لي قبل أن تبدأ الحرب بأسبوعين جاءني طه ياسين رمضان وقال إننا سنعلن الحرب على إيران قريبا. وفي تلك الفترة كان عدد الخبراء الروس في العراق يقدر بحوالي 30 إلى 35 ألفا. من هنا فإن الروس كانوا على اطلاع كامل، كما أننا حصلنا على وثائق تثبت أن سفير أمريكا في تل أبيب ذهب للقاء بيغن
الذي كان حينها رئيسا للوزراء، وقال له إن الكثير من الطائرات العراقية ستأتي للهبوط في مطارات الأردن في الأيام المقبلة، فإذا ما رصدت راداراتكم إقلاع الطائرات العراقية أو توجهها للأردن فاعلموا أنها لا تقصدكم، وإنما هي لنية العراق الهجوم على إيران أو لاحتمال أن تقوم إيران بقصف العراق، لذا فإنهم يريدون إبعاد طائراتهم عن الخطر. كان تقدم الجيش العراقي سريعا إلى الدرجة التي جعلت الرئيس العراقي صدام حسين يعلن أن قواته ستدخل طهران خلال أسبوع. عندما هجم العراق على إيران كنا في ظروف لم تكن فيها قوات حرس الثورة قد أخذت شكلها العسكري المنسجم بعد، كانت قد تأسست وكانوا يستقبلون المنتسبين إليها ويقومون بتدريبهم، لكنها لم تكن قد قسمت إلى كتائب وألوية وفرق، وإنما مجموعة من الشباب أتوا لتأدية مهامهم وكانوا يتدربون عليها. أما الجيش فقد فقد بعد انتصار الثورة قادته وكبار ضباطه، والجنود قد سرحوا، أما تجهيزاته فقد كانت معطلة. استطاع العراق خلال الأشهر الأولى من الحرب التقدم بسهولة وسط تصدع قوات الجيش النظامي الإيراني على طول الجبهة الممتدة على طول 1100 كيلومتر، فاحتل مناطق سوسنكارد بوستان، مهران، دهنوران، قصر شيرين، هوبانرا وخرم شهر. وفي 27 من شهر كانون الأول من عام 1980 أعلن صدام حسين أن حدودنا مع إيران هي مكان تواجد عسكرنا. حصلت بغداد على دعم واسع من الدول العربية لا سيما الخليجية منها، وقاد صدام حسين بنفسه حملة إعلامية تبنتها كبرى وسائل الإعلام للتحذير من تصدير الثورة ومن المد الإسلامي الآتي إلى المنطقة، مشددا على البعد القومي أحيانا ولاعبا على الوتر المذهبي أحيانا أخرى. وبين هذا وذاك كانت آلة الحرب العراقية تتقدم بواسطة الدعم اللامحدود الذي توفره أموال النفط العربية. ليس بمقدورنا أن نتخلى عن العراق وهو في هذا الظرف، وهو الآن يحاول أن يدافع عن أرضه ولم يكن هو في أرض الغير، ولو كان في أرض الغير لممكن أن يكون لنا موقف آخر، ولكن مدام أن هو الآن قد في موقف دفاع عن نفس فنجد أنفسنا بأننا يجب أن نكون بجانبه، لأننا لا نقبل أن تحتل أراضي عربية، لأن الأرض العراقية هي أرض عربية في نفس الوقت. بعض زعماء البلدان العربية، وهذا ما ذكره لي الرئيس حافظ الأسد في الاجتماعات التي كانت تجمعني به، أن أحد قادة البلدان العربية قال له في اتصال هاتفي إن نظام الجمهورية الإسلامية في إيران سيسقط في غضون أسبوع واحد وستدخل القوات العراقية إلى العاصمة طهران وينتهي كل شيء. يقول الرئيس الأسد إن ضحكات الرئيس العربي وقهقهته كانت تصلني عبر الهاتف، ويضيف الرئيس السوري قلت له إنكم مخطئون، اليوم تضحكون ولكنكم ستجبرون يوما على البكاء،
إنكم أجبرتم بلداً كإيران القوية، إيران 40 مليون وقت ذاك، والتي خرجت من الصف الأمريكي والإسرائيلي ووقفت اليوم في مواجهة إسرائيل إلى جانب البلدان العربية، إنكم تجبرونها على حرب تمنعها من مواجهة إسرائيل، وهذا يمثل خيانة للقضية الفلسطينية. کربلا عاود الإمام الخميني الكرة مجددا، ففي محاكاة لأسلوب الحرب الشعبية التي ابتكرها في مواجهة جيش الشاه النظامي في مواجهات العام 1978 أصدر تعليماته بتشكيل تنظيم شعبي أطلق عليه اسم البسيج، تعبئة المستضعفين، داعيا الإيرانيين إلى حرب شعبية ضد الجيش العراقي أطلق عليها لقب الدفاع المقدس، معطيا طابعا دينيا للحرب الجديدة، معتبرا إياها حربا بين الإسلام والمدرسة البعثية العراقية العفلقية نسبة إلى مؤسسها ميشيل عفلق. عندما كانت تسقط أعداد كبيرة من الشهداء كان الإمام يقول: اذهبوا واشكروا الله أنكم تعملون في وقت يتقدم به كثيرون نحو الشهادة، ويقول: إنني أرى أن الدفاع عن الإسلام اليوم يتجسد في شكل وقالب المشاركة في هذه الحرب. میان و میگن ما میخوایم شهید بشیم، اینا خوف دارن از مردن، اینهایی که قسم میدن انسان را که ما شهادت نصیبمون بکنیم خدا بکنن، اینا خوف دارن از شهادت، از مردن خوف دارن، اینهایی که مشغول خدمت هستن و هر آن محتمل است که خدای نخواسته مورد اصابه چیزهایی بشن، اینها خوف ندارن، اینها مشهور خدمت هستن. جمع منصب القيادة في الثورة الإيرانية المرجعية السياسية والدينية معا، وجاء لقب الإمام الذي تمتع به روح الله الخميني تعبيرا عن جمعه للزعامة السياسية وللمرجعية الدينية، ما جعل منه بنظر شعبه ومقلديه وأنصاره قائدا وفقيها تجب طاعته وحظيت أوامره وتعليماته باستجابة شعبية قل نظيرها. كنا عندما نشعر بحاجتنا للمقاتلين كان يكفي أن يقول الإمام ليذهب الشباب ويدافعوا عن البلد، لنرى معسكراتنا قد امتلأت بالشباب التعبويين. قوای مسلح ما در جبهه های جنگ باید توجه کنند که اونها برای خدا می جنگند، نه برای رئیس جمهور و برای نخست وزیر و برای دیگران. اونها دل را قوی تر کنند و هرچه اشخاص فاسد به این کشور صدمه وارد می کنند اونها قوی تر. استطاع الإيرانيون تنظيم صفوفهم وأعادوا تشكيل الألوية والفرق وتدريب عناصرها، وخاضوا حربا شعبية بكل معنى الكلمة لعبت فيها قوات الحرس وعناصر التعبئة دورا رئيسا، وبدأت العمليات المضادة تنطلق من الجانب الإيراني بعد مرور سنة على اندلاع الحرب. يا أمير المؤمنين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن المعركة التي أعادت التوازن إلى الجبهة كانت استعادة خرمشهر على يد قوات الحرس الثوري في 16 من شهر تشرين الثاني من عام 1981 وسط ذهول العراقيين. Thank you.
فرضت الانتصارات الأخيرة للإيرانيين إيقاعا جديدا دفع صدام حسين لطلب التوسط ووقف إطلاق النار. كانت منظمة التحرير الفلسطينية المرشحة الأفضل للبدء بملف الوساطة، فتاريخ علاقتها مع الثورة الإسلامية في إيران يعود إلى ستينيات القرن الماضي، عندما أفتى الإمام الخميني في العام 1969 بجواز التبرع وإعطاء زكاة الفطرة وجزء من الحقوق الشرعية لدعم المقاومة الفلسطينية المتمثلة آنذاك بحركة فتح. شكلنا لجان دعم المقاومة الفلسطينية ولجان دعم العمل الفدائي في العراق وفي لبنان في أوساط الشعب اللبناني من تياراته المختلفة، لدى الطائفة الشيعية، لدى الطوائف الإسلامية المختلفة، وأيضا حتى بين المسيحيين والنخب، حيث كان يحكم آنذاك فكر يساري معروف يتحكم في كثير من أبناء النخبة العربية والإسلامية، وانطلقنا واسعا لنجمع الكثير من الشعوب والأمم، كثير من المناضلين والكوادر في إطار عالمية إسلامية، وكنا نحن نعمل في هذا الإطار مع الشهيد محمد منتظري وآخرين كثيرين كانوا من الكوادر الإيرانية التي تأتي لتتدرب لدى الثورة الفلسطينية، وأيضا الدكتور شمران الذي كان ينشط في الحركة الإسلامية الإيرانية في أمريكا آنذاك، ثم انتقل بعد ذلك إلى لبنان القاعدة الميدانية للعمل الفدائي. الشيخ هاشمي رفسنجاني حمل مساعدات واضحة إلى اللبنانيين المتضامنين مع الثورة الفلسطينية وإلى الثورة الفلسطينية، والتقى مع السيد ياسر عرفات في إحدى معسكرات التدريب في لبنان في ذلك الوقت، معلنا وقوف الشعب الإيراني قاطبة ورجال دينه ومراجعه إلى جانب هذه القضية العادلة. توجت العلاقات رسميا في العام 1979، حيث كان وفد منظمة التحرير أول الواصلين إلى طهران بعد انتصار الثورة. وقد قدم الرئيس السوري حافظ الأسد طائرته الخاصة للوفد الفلسطيني للتوجه إلى طهران وتهنئة الإمام الخميني. وعندما دخلنا في الأجواء الإيرانية لم يكن هناك استئذان من السلطات المطلة، لا نعرف من نستأذن، فواجهتنا 4 طائرات فانتوم وأحاطت بالطائرة، فأدركنا الخوف. أبو عمار رفع الفيلد عن عينيه وهو نائم في الطائرة وابتسم وقال: لا تخافوا، هذه الطائرات التي كنا تعودنا أن تضربنا جاءت الآن لتستقبلنا فيما يبدو. اتصلوا بسلطات المطار، اتصلنا بسلطات المطار، طلبوا أن نعطيهم أسماء الوفد. قال أبو عمار: لا، أسماء الوفد لا تعطى لأنه يسمع غيرهم ذلك. فقيل لهم أن هناك وفدا فلسطينيا رفيع المستوى، فلم تمر نصف ساعة حتى وصلنا إلى مطار طهران ووجدنا الدنيا مختلفة في مطار طهران. وصول الرئيس ياسر عرفات كان بمثابة نوع من التلاحم المقدس الذي لم أرى في حياتي مثله، كيف تتلاحم شعوب مع بعضها البعض. كانت الكوفية الفلسطينية التي يأتي بها الرئيس ياسر عرفات أو إخوانه تتقطع إربا إربا من على أكتافهم ليأخذها المواطن الإيراني ليحتفظ بها تبركا بهذه الكوفية التي كانت تمثل له قدسية خاصة، كما يتبرك المسلمون ببعض القطع المعروفة التي يأخذونها من أستار الكعبة ليحتفظوا بها. هذا التلاحم المقدس بين الشعب الإيراني وبين الشعب الفلسطيني ظل لفترة طويلة عرسا دائما، بحيث أن الإمام الخميني رضوان الله عليه قال منذ اللحظة الأولى: إن فلسطين هي جزء من أمننا القومي، اليوم إيران وغدا فلسطين. توجت العلاقة بين الجانبين بافتتاح السفارة الفلسطينية في طهران في نفس مبنى السفارة الصهيونية التي أقيمت زمن الشاه، وذلك بأوامر مباشرة صادرة عن الإمام الخميني.
في السابع من شهر آب من عام 1979 أعلن الإمام الخميني يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان يوماً عالمياً للقدس، وأعلن أن تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني يجب أن يكون القضية المركزية للمسلمين. شما که الان به حمد الله جمعیت مسلمین قریب 1 میلیارد است و چرا باید با اینکه 1 میلیارد جمعیت ما داریم قدس ما را صهیونیست ها ببرند و حکومت های دیگر را هم در تحت سلطه قرار بدند، در صورتی که اینها اگر با هم مجتمع باشند حکومت بزرگی خواهند بود، هر کدام در محل خودشون حکومت بر محل خودشون و همه با هم سیر بیرق اسلام باشند. و انشاءالله من امیدوارم که این نصیحت را بپذیرید که این صلاح دین و دنیای شما و ما و مسلمین است. و سلام علیکم و لیسکد المسجد کما دخلوه اول مره و لیتبیرو ما علو تدبیرا عسى ربكم أن يرحمكم ويجعلنا جميعا إن شاء الله إن شاء الله ونصلي في القدس إن شاء الله ونصلي في القدس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بعد مرور سنة على اندلاع الحرب مع العراق، استقبل الإمام الخميني وفودا من منظمة تحرير الفلسطينية لإجراء وساطة لإنهاء الحرب، وكانت البداية مع خليل الوزير أبو الجهاد. وعرض أخ أبو الجهاد إمكانية أن نحن ندخل في هذه الموضوع ونعطي بعض الفائدة من خلال أن نكون جسر بين الجهتين. كذلك كان هناك مع بعض الدول الأوروبية علاقات بدأت تأخذ نوع من أنواع التوتر، أن هذه الدول نحن على علاقة معها ونستطيع أن نساعد فيها. فأجاب إجابة على هذا السؤال كانت من الإمام رحمة الله عليه أنه قال للثورة الفلسطينية مشاكلها وللثورة الإيرانية مشاكلها وكل يخلع شوكه بيده، فأنهى أي بحث في هذا الموضوع. دخل رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بنفسه على خط الوساطة، وكان ضمن وفد من لجنة المساعي الحميدة للدول الإسلامية التي زارت العاصمة طهران، والتقت بالإمام الخميني الذي رفض للمرة الثانية الوساطة، ولم يتطرق في حديثه مع الوفد الزائر إلى موضوع الحرب بل أثار موضوعا آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من لازم میدونم که شما آقایان که در رأس بعضی از کشورهای اسلامی هستید نصیحت کنم. شما کوشش کنید که حکومت بر قلوب کشورهای خودتون بکنید، نه حکومت بر ابدان و قلوب از شما کناره بگیرند. مسلمین اگر بخواهند موفق بشند و از زیر تعهدهای اجانب و سلطه اونها بیرون بیایند، حکومت‌های اونها باید کوشش کنند که قلوب ملت خودشون را به دست بیارند. أظهر الجانب الإيراني شيئا فشيئا استياءه من موقف منظمة التحرير الرافض للتعاطي مع العراق بصفته البادئة بالحرب. نحن كمنظمة التحرير كفلسطينيين مقيمين في مختلف الدول العربية لنا مصالحنا مع هذه الدول، لا نستطيع أن نحارب العالم العربي، لا نستطيع أن نقف في موقف مخالف للدول العربية. يجب أن تعتبر
نظمت التحرير بوضع خاص ولا توضع في الزاوية، ولكن كان هناك إصرار إما أن تكونوا معنا أو أنتم ضدنا، وأعتقد هذا من أسباب الفتور الكبيرة التي كانت بيننا وبين الثورة الإيرانية. ما جنگ نمیخوایم بکنیم، از اول هم جنگ نداشتیم، ما بادی جنگ نبودیم، ما بعد از اینکه به اون حمله کردن دفاع کردیم، حالا هم در حال دفاع هستیم. دفاع معناش این نیست که تا اون گفت که یالا دست بده من با هم صلح بکنیم ما رها کنیم، این حرف غلطی است. أخذ الطرفان الإيراني ومنظمة التحرير وقتهما في التعرف على الآخر بعيدا عن الحماس الثوري الذي جمعهما في البداية، واكتشفا مع مرور الوقت التباين في وجهات النظر حول العديد من القضايا والأمور. مرت هناك فترات من الفتور، للحقيقة لا أعلم لماذا هذا الفتور، هل هو يعني السبب هي مطالب لا نستطيع أن ننفذها، أو هي مطالب طلبناها ولم ننفذ من الجانب الإيراني. الجانب المالي خاصة بصراحة وضوح. هل كان لكم الجانب الإيراني لم يقدم الدعم المادي الذي؟ أنا لا أرى أن هناك بالفعل يعني حسب علمي أنه قدم دعما ماليا. الدعم كان فقط معنوي وسياسي، وكانت هناك خلافات في هذا الأمر. اقتصرت البرودة على العلاقات الرسمية ولم تطال علاقات إيران مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية. وتحدث أيضا وفي فترة سابقة على بداية التسوية، يعني لم تكن بوادر التسوية قد بدأت، تحدث على أن هنالك تسوية في الأفق، وأن هذه التسوية لن تأتي بأي منفعة للشعب الفلسطيني، وأن طريق التسوية سيؤدي إلى كارثة بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهذا ما حدث بالفعل. لقد بدأت التسوية في العام 91، وكان حديثنا في العام 1987. أبدى الإمام الخميني اهتماما كبيرا بالوجود الفلسطيني في لبنان، وكرر دعوته إلى توحيد جهود كافة الفصائل اللبنانية والفلسطينية في قالب المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. في زمن الحرب وعندما طرحت قضية إخراج الفلسطينيين من لبنان، أصدر الإمام الخميني بيانا أوصف فيه ألا يخرج الفلسطينيون من لبنان، بل يجب أن يبقوا هناك. لكن هؤلاء لم يستمعوا للإمام، وللأسف فإن منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة عرفات لم تكن تحتفظ معنا بعلاقة طيبة، حيث لم نكن نرضى بسياساتها والتي نرى نتائجها اليوم. فبعد سنوات من المفاوضات حبسوه في غرفة واحدة. شهدت العاصمة بيروت صيفها الأكثر حرارة بعد أن سقط تمام الاجتياح الصهيوني للبنان، لتصبح بذلك ثاني عاصمة عربية محتلة. جاء من جاء، من بينهم السيد حسين الموسوي الذي كان يعتبر الجناح الأكثر التزاما والأكثر ثورية في حركة أمل إلى طهران، وذهبت به إلى السيد هاشمي رفسنجاني في بيته، وجلسنا جلسة ثلاثية. طلب السيد حسين موسوي من رفسنجاني أن يوصل هذه الرسالة إلى الإمام ليقول له الجميع تساقطوا أمام الغزو الصهيوني، حتى من بعض أصدقائنا
يبدو هناك ضعفا شديدا. ما العمل؟ دخلنا إلى الغرفة وهو كان يجلس على يعني مقاعد مثل هاي المقاعد تقريبا، وكان يضع الشرشف على رجليه وحينما دخلنا ما كنا متوقعين أن الإمام في هذه الغرفة موجود، فدخلنا الدخول الذي ينتظر حتى يدخل إلى الإمام، فتفاجأنا بوجود الإمام في الغرفة. فما صار في تمالك، يعني ما تمالكنا أنفسنا ولم نقبله تقبيل عادي، يعني أنه مسكنا يده وقبلناه، لا يعني احتضناه وقبلناه بشكل مختلف وتبركنا به بشكل مختلف. و كانت فرصة سعيدة جدا ولحظة سعيدة يعني لا تمحى من ذاكرتنا يعني أصلا. والإمام يعني تحدث وكان يضم أصابعه ثلاثة بهذا الشكل ويتحدث ويضرب على فخذه بهذا الشكل كل الوقت يتحدث بهذا الأمر. في هذه المرحلة بالذات الإمام رضوان الله عليه أكد على مواجهة العدو الصهيوني وعلى البدء من الصفر، وكان التعبير الذروة في خطابه المختصر رضوان الله تعالى عليه الصفر شروع كنيت، ابدأوا من الصفر، تعبير باللغة الفارسية مع التأكيد مع الإشارة بإشارة اليد كما أتذكر. قسمات وجه الإمام الخمينية الملامح الخمينية وحدها تكفي، فعندما تضاف إليها إشارة اليد والتأكيد المتكرر الوضع يأخذ منحا آخر. شكل هذا الاجتماع بمن حضره أنواة الأساسية التي انبثق منها لاحقا حزب الله. في هذه الأثناء أعطى الإمام الخميني أوامره بإرسال قوات من الحرس الثوري إلى لبنان لدعم النواة الأولى لتشكيل المقاومة الإسلامية. كنت أول من قدم إلى العاصمة السورية دمشق بناء على أوامر مباشرة من الإمام الخميني لتجهيز أرضية قدوم الحرس الثوري واستقرارهم في منطقة الزبداني كمرحلة أولى تمهيدا لنقلهم إلى جنوب لبنان. ما در أقصى بلاد الدنيا أجر بكسي بگرد که یال المسلمین ما موظفیم که به درد اونا برسیم، اگر میتونیم ما نمیدیم که ما میتوانیم همه جا چه بکنیم، ما اونقدر که میتوانیم دفاع از حق مسلمین میکنیم. مسلمین معناش نیست ایرانی، مسلمین کسی که یک مسلمی فریاد زد که به داد ما برسید و نرد سراغش فکر او نباشد، این مسلم نیست. اعتمدت عمليات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني أسلوب حرب العصابات، لكن ما شكل انقلابا في العمل اللبناني المقاوم هو اعتماد العمليات الاستشهادية. سمعت خبر أنه حديث أو فتوى ذكر بين في أوساطنا المسلمين ترك أثر سيء على الساحة، وأنه لا يجوز
قتال الإسرائيليين وقتالهم ما يشبه الانتحار، لأنه لا يريدون الإيذاء للشيعة، يريدون الفلسطينيين والمخيمات وقضايا مثل ذلك. وهذا الفتوى ترك أثر سيء. فورا ذهبت عند الإمام وأخبرته بالواضع، والإمام استاء من سماع الخبر. قال: من افترى علي؟ من افترى علي؟ أنا ما قلت. قلت له: سيدي، ما بقول أنه نسب الكلام لسماحتكم، إنما ذكر هذا الفتوى وترك هذا الأثر السيء على الساحة. أنا جئت مباشرة لسماحتكم استفتي من سماحتكم، يجوز القيام بعمل انتحارية ضد العدو الإسرائيلي؟ إنسان يعلم أنه يقتل ويقتل عدد كبير من الصهاينة. الإمام قال: أكيدا جائز. المجموع اللي حواليه قالوا: هذا ليس انتحار، هذا استشهاد، هذا عملية استشهادية. قلت له: سيدي، طيب. أنا رفعت صوتي بالتكبير 3 مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من فرحي صرخت بالتكبير وقبلت هذا الإمام: سيدي، تسمح لي أن أكتب هذا الكلام ليكون مستند ونأخذه إلى لبنان، وسوف تسمع أبنائك قاموا بما يسرك إن شاء الله وما يعجبك إن شاء الله. عانت إيران من صعوبات جمة في الحصول على السلاح الذي تحتاجه جبهة الحرب المفتوحة مع العراق. في المقابل زودت الدول الغربية إضافة إلى الاتحاد السوفيتي العراق باحتياجاته العسكرية دبابات T-72 السوفيتية وصواريخ أرض بعيدة المدى وطائرات MiG-25 ثم 27 السوفيتية ومقاتلات ميراج 2000 الفرنسية وصواريخ إيغوس وطائرات سوبر أتندر الفرنسية، بالإضافة إلى الأسلحة الكيماوية من أمريكا وألمانيا. أظن أن الإمام وصل إلى الاستنتاج القائل بأن الحرب ستكون طويلة جدا، فقد كان الشرق والغرب مصممين على حماية العراق، فجاءت أمريكا إلى المنطقة ودخلت الحرب معنا بنفسها. فقد اصطدمنا مع أمريكا في الخليج لعدة مرات في الحرب، كما أن بلدنا كان يعاني من الضائقة الاقتصادية، فقد منعنا من بيع نفطنا ولم يكن إخراجه من الخليج سهلا. فقد كان الأمريكيون يقومون هناك بحصارنا وضربنا. عرفت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك حربا كلامية في ظل رفض طهران وقف إطلاق النار من دون تلبية شروطها. Opposition towards the Security Council has been quite clear. They have to rectify their past mistakes. They have the chance now. If they show their goodwill, we are prepared to cooperate with them. And without any indication of any change in the attitude of the Security Council, I don't think that you advise me to go and participate in the deliberations. إننا ومنذ بدأت الحرب وضعنا شروطا للسلام، ووضع الإمام الخميني شروطا، وكان النظام الإسلامي يسعى لتحقيق تلك الشروط. أحد تلك الشروط هي أن ينسحب المعتدي المحتل من أراضي إيران ويتراجع إلى الحدود الدولية ويعود إلى النقاط التي كان عليها قبل الحرب ويترك الأراضي الإيرانية التي كان قد احتلها. الشرط الثاني هو أن تعلن الأمم المتحدة اسم المعتدي، وقد أقرت الأمم المتحدة عدة قرارات ولم تقبل بها الجمهورية الإسلامية. أول تلك القرارات 479 الذي طلب وقف إطلاق النار والتفاوض فقط. كان رأي الجمهورية الإسلامية القطعي هو وقف إطلاق النار ثم الانسحاب إلى الحدود الدولية ثم المفاوضات، ولم يتحقق ذلك حتى صدر القرار 598، وكان لممثل إيران في الأمم المتحدة دورا مباشرا في صياغة القرار 598 ليدرج هذين الشرطين فيه، وهما: أولا الانسحاب إلى الحدود الدولية، والثاني تسمية العراق الطرف البادئ والمعتدي في الحرب، وقد حصل ذلك. که این کار انجام شد.
في ذلك الوقت كانت تقارير القادة الميدانيين في إيران تؤكد استحالة تقدم الجيش وقوات الحرس على الجبهة العراقية المحصنة، فيما التقرير المالي للدولة تحدث عن نقص حاد في السيولة، ووصلت مقتنيات الخزينة الإيرانية المتعبة بعد 8 سنوات من الحرب والحصار إلى ما يعادل 100 مليون دولار من التومانات. عندها أعلن الإمام الخميني في 20 تموز من عام 1988 موافقته على القرار 598، وشكل موقفه مفاجأة للجميع. لقد وافقت على قبول القرار 598 لوقف النار، واعتبر ذلك في ظروف خاصة في مصلحة الثورة والإسلام. إننا نعلن رسميا أن هدفنا ليس تكتيكا جديدا لمواصلة الحرب. إن العدو لم يكف عن أعماله الشريرة، ويمكن أن يواصل أساليبه بالذرائع نفسها، وعلينا من أجل صد اعتداءات العدو المحتملة أن نكون مستعدين، وعلى شعبنا ألا يعتبر القضية منتهية. هذه القضية، قبول القرار، كانت بالنسبة إلى الجميع وإلي قضية مرة وغير مستساغة، وإني وحتى قبل أيام كنت أؤمن بأسلوب الدفاع، لكن الأحداث والعوامل وآراء جميع الخبراء العسكريين في البلاد جعلتني أوافق على قبول قرار وقف النار، وإني أعتبر ذلك في الظروف الراهنة في مصلحة الثورة والنظام. اعتبر قرار الإمام الخميني وقف الحرب مع العراق علامة على ضعف قواته العسكرية التي أصبحت عاجزة عن الدفاع عن نفسها، وما هي إلا أيام حتى عادت القوات العراقية وشنت هجوما واسعا على الجبهة الإيرانية تساندها قوات مجاهدي خلق الإيرانية التي اتخذ زعيمها مسعود رجوي من العراق مقرا له. خرج الإمام الخميني ليدعو شعبه للمقاومة، واقتصر البيان الذي أصدره على الكلمات التالية: على الشعب أن يملأ الجبهات، تدافعت جماهير الشعب للالتحاق بالثكنات، وبدأت بالتدفق على الجبهات لتبدأ حربا شعبية أخرى عرفت بأدبيات الثورة الإيرانية بعمليات المرصاد. وخلال 3 أيام استطاعت القوى العسكرية الثلاث في البلاد، الجيش، الحرس والتعبئة، وقف الاجتياح العراقي، وأجبرته على العودة إلى وراء الحدود. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا زينب يا زينب يا زينب سلام الله عليها، لبيك يا أبا عبد الله الحسين. عاد نظام صدام حسين مرغما إلى طاولة المفاوضات، ولاحقا أعلن قبوله بالشروط الإيرانية، لا سيما إعادة اعترافه باتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين في العام 1975 والتي نقضها في بداية الحرب. این کشور روی آرامش به خودش ببیند و نه کشور ما، نه عراق، نه خلیجی ها. این خلیجی ها توجه ندارن به این که اگر صدام غلبه پیدا کند با اونا چه خواهد کرد. حالا که مثل موش دارد این ور اون ور میرد، به اونا تشر میزند. إن واقع المنطقة اليوم بخارطته السياسية يدين بجزء كبير من هيئته ومعالمه إلى ما تمخضت عنه أحداث الحرب بين العراق وإيران. فشكل المنطقة كما هو عليه كان بالإمكان أن يتغير كثيرا لو عرفت هذه الحرب منتصراً.